قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي لما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت جنوب أفريقيا أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بالنية المحددة لتدمير الفلسطينيين في غزة. ويعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا التي تنتقد الحرب بشدة لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق سفارة الاحتلال في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار.